النهارده هنتكلم على الاف كونديشنالز في الانجليش. الفيديو ده ما يفوتكش لسبب واحد. تخيل انت بتقول كلمه لو في العربي قد ايه. لو معايا فلوس هتجوز، لو عديت من الامتحانات السنه دي هعزم صحابي كلهم، and so on. كاونت داون اللي طلع دوت هيفضل شغال لغايه اخر الفيديو، مش لما الفيديو يخلص قنبله مثلا هتطلع تخبط في وشك، ولا انا عاين لك هديه لحد اخر الفيديو. انا بحاول اتحدى نفسي باني اشرح الاف كونديشنز النهارده كل الحالات في اقل من 4 دقايق. بسرعه بقى، بسرعه بسرعه. برضو قبل ما نبتدي نشرح الاف كونديشنز خلينا نتفق على شويه حاجات. الاف كونديشنز في الانجليش او قاعده اف دايما بيبقى فيها جملتين، جمله اسمها الكونديشن او الشرط، وبعدين حاجه ثانيه اسمها ريزالت او النتيجه. مش حاجه اسمها ريزالت في الانجليش، المهم ده مش موضوعنا. ريزالت احيانا اف ممكن تحط في النص، يعني احيانا ممكن نقول مثلا ايه، I will marry if I have the money. هتجوز لو معايا فلوس. الشرط ان انا يبقى لازم يبقى معايا فلوس عشان اتجوز. او ممكن اف تيجي في الاول، if I have money I will marry. فخدوا بالكم الحته دي ان في كونديشن وفي ريزالت. الاف كونديشنالز في الانجليش خمس حالات اساسيه، الباقي شغل اكاديميك ماليش دعوه بيه، مش هستخدمه في الفيديو دوت. الخمس حالات الاساسيه اللي عندنا حاجه اسمها زيرو كونديشنال، فيرست كونديشنال، سكند كونديشنال، ثيرد كونديشنال، وعندنا حاجه بقى رابعه اسمها الميكست كونديشنال، او حاجه خمسه اسمها الميكس كونديشنال. ميكس كونديشنال كمان حاجه ادفانسد او متقدمه شويه، هتكلم عليها في فيديو تاني لوحده. دايما لما اجي اشرح هتلاقيني دايما بشرح الفورميشن، يعني التركيبه بتاعت الاف الاول حسب الحاله اللي احنا ماشيين فيها، وبعدين هشرح الاستخدام. لما اجي اشرح الاستخدام دايما هتلاقي التيبل اللي هتطلع لك ديت موجوده من اول دلوقتي لحد ما نخلص الفيديو، لان انا دايما هشرح كل حالات اف بناء على محورين، محور البوسيبيليتي او الاحتماليه، ومحور تاني التايم او الوقت. البوسيبيليتي بتاعت ايه؟ البوسيبيليتي بتاعت الكونديشن اللي هي الجمله اللي جايه بعد اف على طول، دايما احتماليه ان الشرط ده يتحقق، وكمان التايم بتاع قاعده اف او الوقت اللي هي بتحصل فيه. خد بالك من المحور ده لان ده الجديد اللي انا هقدمه لك النهارده في الفيديو. اول حاجه الزيرو كونديشنز دي مش هنطول عندها، لان او مش هنقف عندها كتير، لان الزيرو كونديشنز في الانجلش هنتكلم الاول على الفورميشن بتاعتها، هي قاعده اف، وبعدين الجمله الاولانيه بتبقى present simple والجمله الثانيه بتبقى present simple. طب الاستخدام، عشان اشرح الاستخدام انا زي ما قلت لكم هستخدم دايما التيبل دوت. الزيرو كونديشنز في الانجلش بنستخدمها نشرح بيها الحقائق عموما، سواء scientific facts حقائق علميه زي ما كانوا بيقولوا لنا، او حتى حقائق انا حاجه شايفها من وجهه نظري حقيقيه. طيب ليه بقى بنستخدمها مع الحقائق؟ لان الاف كونديشنز القاعده الاولانيه لو شرحنا على المحورين اللي انا كنت بتكلم عليهم في التيبل بيحصل حاجتين. اولا الزيرو كونديشنز بنستخدمها مع حاجه اسمها تايمليس، يعني لا وجود للزمن، انعدام للزمن، لان الحقيقه حقيقه امبارح وحقيقه النهارده وهتبقى حقيقه بكره. البوسيبيليتي او الاحتماليه 100%، لان الحقائق احنا بندركها على انها حقيقه، لان احتمال تحققها بتبقى بنسبه 100%. طيب خلينا اديك مثال. If you heat the ice it melts، يعني انت لو سخنت التلج اكيد هيسيح. بس مش لازم ان انا استخدم زي ما كانوا بيقولوا لنا ايام زمان في المدرسه ان احنا نستخدمها بس مع scientific facts او الحقائق العلميه، احنا ممكن كمان نستخدمها مع اي حاجه انا شايفها من وجهه نظر المتكلم حقيقيه، زي مثلا ايه؟ زي ما بسمع دايما في الموفيز مثلا يقولوا if you come near me you're a dead man. If you come near me you're a dead man، يعني انت لو جيت قريب مني انت ميت. هنا استخدم الزيرو كونديشنالز لان هو شايف ان وجودك قريب مني يبقى انت ميت. انا بحاول اهدد اللي قصادي بس بزياده، ابين له ان الموضوع بالنسبه لي حقيقه. الفيرست كونديشنالز في الانجلش، وخلينا نشرح برضه الفورميشن بتاعتها. القاعده بيبقى عندنا الاف وبعدها present symbol، وبعدين الجمله الثانيه بتبقى في future symbol. تمام، مش بس الفيوتشر سيمبل، في حالات تانية بس انا زي ما بقول انا بشرح بس الحاجات البيسكس في الفيديو دوت. بريزنت سيمبل وفيوتشر سيمبل. اللي يهمني اكتر من الفورميشن اللي اغلبنا عارفها هو الاستخدام. هرجع تاني للتيبل، بنستخدمها في حالات لما بيبقى التايم يا اما بريزنت او فيوتشر، البوسيبيليتي بتبقى هاي اور بيج بوسيبيليتي، يعني احتماليه كبيره. احتماليه كبيره لتحقق ايه؟ لتحقق الشرط. انا دايما لما بتكلم على البوسيبيليتي بتكلم على البوسيبيليتي اوف كونديشن. طب خلينا اديك مثال عشان نبقى فاهمين الموضوع. خلينا نقول ان انا عندي ابن، وابني دوت طول عمره مجتهد وطول عمره شاطر وبيذاكر، فانا بس بقول له في اخر سنه في الهاي سكول لو جبت المجموع العالي دوت، او يعني if you get a good score، لو جبت score كويس I will buy your car، لو انت جبت score كويس انا هشتري لك ايه؟ هشتري لك عربيه. ليه انا استخدمت ال first conditional؟ لان انا
احتمال تحقق الشرط كبير، واحنا قلنا الشرط اللي بيحصل بعد اف على طول، if you get a good score احتمال ان هو يجيب مجموع كبير عالي بالنسبة لي، عشان كان استخدمت ال first conditional. تاني التابل، تاني حاجة ال time present or future والpossibility high possibility. طيب تاني حالة اللي هي second conditional. second conditional في الانجليش قبل ما نشرح الاستخدام برضو نشرح الformation. الاول التركيبة بتبقى if وبعدين past symbol وبعدين الجملة التانية بتبقى would plus infinitive. طيب خليني بس قبل ما اديك مثال الاول خليني اشرح لك بالتيبل الاول امتى بقى بنستخدمها. بنستخدم الاف كونديشنال برضو التايم بتاعها خدعوك فقالوا، مش عشان بس سيمبل يبقى ماضي، ده برضو present او future. تمام اصبر عليها هتفهم ليه. والpossibility ده بقى الفرق ما بينها، واحد يقول الفرق ما بينها وما بين الفيرست كونديشنال، low possibility احتمالية قليلة لتحقق ايه؟ لتحقق الكونديشن. طيب افهمك الموضوع، خليني ادمج لك ما بين الفيرست كونديشنال والسكند كونديشنال في مثال واحد. فاكرين الراجل اللي كان عنده ابن كويس جدا وشاطر جدا وهو متوقع ان هو هيجيب سكور عالي، فقال له if you get a car if you get a good score I'll buy you a car، لانه شايف ان هو هيجيب سكور كويس. طب خلينا ان احتمال تحقق الكونديشن مش عالي، واحد يقول لي ده يحصل امتى؟ يعني الكونديشن لو possibility. هنا بقى نستخدم السكند كونديشنال. طيب الاحتمال لو possibility ده خلينا نقول ان عنده اخ تاني، الاخ دوت بايظ وضايع وما بيعملش اي حاجه، ابوه هيكلمه في نفس اللحظه اللي هو بيتكلم فيها اخوه الشاطر اللي هيجيب مجموع كبير، هيستخدم معاه السكند كونديشنال، يبقى present برضه. هيقول له ايه؟ هيقول له if you got، مش بقى هنا if you got، get في الماضي got، if you got a good score I would buy you a car، لو جبت سكور كويس انا ممكن اشتري لك عربية. يبقى second conditional فرق ما بينهم first conditional مش في time، هي برضو present or future، لكن الفرق ما بينها يعني حاجة بتحصل دلوقتي او قدام، لكن low possibility. كمان عشان كده second conditional بيستخدمها في حالة تانية اسمها the state of dreams، حالة الاحلام. عارف انت لما تبقى قاعد بتسرح كده مع بدماغك مفيش حاجة بعيدة عن ربنا، بس مثلا تقول ايه if I had a million dollar I would buy مثلا a villa، لو انا معايا مليون دولار ممكن، انت بتحلم مع نفسك مفيش حاجة بعيدة عن ربنا، بس low possibility. ال second conditional بنستخدمها في حالتين، حالة low possibility او state of dreams حالة الاحلام. حالة الاحلام برضو بتبقى صعبة تتحقق، لو احلام تقريبا مستحيلة فبرضو بتبقى low possibility، بس افتكر time present or future برضو. تالت حاجة الثيرد كونديشنال، خليني بس اعتذر قبل ما اطرح الثيرد كونديشنال كاونت داون، انا عارف ان هو عدى فانسى الكلام اللي انا بقول لك في اول فيديو خلص ده بلح معرفش خلصه في بعد ايه اعمل ايه يعني. خلينا نتكلم على الثيرد كونديشنال. الثيرد كونديشنال في الانجليش هنتكلم برضو على الفورميشن بتاعتها، ان احنا بنستخدم اف وبعدين بنجيب بعد كده الكونديشن اللي بيجي بعدها بيبقى في حاجه اسمها الباست بيرفكت او الماضي التام اللي هو هاد بلس حاجه ثانيه اسمها الباست بارتيسيبل التصريف ثلاثة الفعل، نعرف ان هو كلام كتير كده، وبعدين التانية بتبقى would have plus past participle اللي هي الفورميشن التانية. هي الثيرد كونديشن ما بتحصلش كتير بس بنستخدمها عموما عشان نندم على حاجات في الماضي، عشان كده في التيبل هي الوحيدة اللي التايم بتاعها بيبقى زي ما انتم شايفين past، لكن والpassibility بتاعتها بتتقلب ل impossibility. تمام يعني الاستحالة، حد يعرف الفيلم بتاع توم كروز ميشن امبوسيبل امبوسيبيليتي؟ اوكي لان طبعا اقول زمان يرجع زمان. خلينا اديك مثال كده سريعا، كنت ذاكرته كنت عديت، if I had studied I would have passed the exam. ممكن بقى نقول would have passed، لو هنقولها بسرعة في الانجليش بنشيل have خالص ايا كان. يبقى لو هنعمل ريفيجن سريع كده نستخدم نفس التيبل عشان نشرح الحالات. التايم از يور كونديشنال تايمليس، ملهاش وقت، الحقيقه صحيحه امبارح والنهارده وبكره. الفيرست كونديشنال present or future، السكند كونديشنال برضه present or future، والثيرد كونديشنال past، هي الوحيده اللي في الماضي لو بس في الماضي. طب البوسيبيليتي الاحتماليه بننزل لتحت، الاولانيه 100% احتماليه بنسبه 100% انها تتحقق، وبعدين تاني حاجة first conditional big possibility، second conditional low possibility، وبعدين بعد كده اخر حاجة عندنا third conditional impossibility. بالتالي محدش قدم الموضوع بالطريقة دي واستخدم التيبل ده قبل كده. افتكر عندنا محورين دايما التايم والpossibility. الكاونت داون وصل كام؟ يا دي النيلة. That's all for today. Thank you and wish you all the best.